السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اول حاجه كنطلب من الناس اللي يلا دخلوا لاشين ديالي ولا اول مره غادي يتفرجوا فيا، ما تبخلوش عليا بصابوني ولا اشتراك القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد ديال القناه. وشكرا بزاف الناس اللي داعميني كيبارطاجيو وكيديروا لي لي كومونتير التحفيزيه ولي جيم، شكرا لكم بزاف. الموضوع ديالنا اليوم في هذا الفيديو غادي نهضروا على البوابه الالكترونيه تضامن، وكيفاش الناس غادي يعرفوا انهم واش تقبلوا ولا لا. كيف ما كتشوفوا الشكايات حبسوا اليوم مع 12 الليل، اليوم 2/25/2020 حبسوا تقديم الشكايات وداروا السيت ميزاجور. كيف ما كتشوفوا دايرين لكم هنا يقدم هذا الركن خدمة التعرف على مآل الشكايات المدعى عبر هذه البوابة والمتعلقة بطلبات الاستفادة من عملية الدعم المؤقت الموجه للأسر المعنية. كيف ما كتشوفوا الناس اللي قدموا الشكايات ديالهم غادي كيفاش غادي يعرفوا واش تقبلوا ولا لا، نفس السيت غادي يدخلوا غير المعلومات ديالهم، نمره لاكارت ونمره الهاتف وهذا الكود هذا، وغادي نوريكم كيفاش شنو غادي يطلع لكم. ندخلوا نمره الهاتف وهذا الكود هذا 87195 وغادي نديروا تكي. كيف ما كتشوفوا غيطلعوا لكم وضعيه الطلب هنا، ان شاء الله الا قبلوكم غيطلعوا لكم لقد تم قبول طلبكم، الا ما قبلوكمش راه عاوتاني يقول لكم تم رفض طلبكم والسبب ديال الرفض ديالو. هنايا كيف ما كتشوفوا الشكايه في طور المعالجه، ملي غادي يجاوبكم راه غادي تكون تمت معالجه الشكايه يمكن اللي غادي يطلع هنايا، وهنا ان شاء الله غيعطوكم هنا هو المهم. هنا هذه البلاصه هي اللي مهمه، وضعيه الطلب هي اللي مهمه، شوفوا شنو غادي يعطوكم هنايا. وان شاء الله الا قبلوكم راه غيصيفطوا لكم في ديك النمره باش درتوا الشكايه، الا غيصيفطوا لكم فيها الكود باش تاخذوا فلوسكم ان شاء الله. هذا ما كنتمنى من الناس يبارطاجيو هذا الفيديو، والناس اللي كيف ما قلت لكم اللي يلا جداد دخلوا لاشين ديالي ما تبخلوش عليا بابوني ودعموني حتى انا. شكرا لكم، تهلاو في راسكم.